ثانية للمقصة اللي عايزة تتعادل، وادي هجمة لأنطوي، أنطوي أنطوي أنطوي، هوبا 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 هوبا، والهدف والهدف الثاني. طلع شريف إكرامي بشكل الحقيقة غريب جدا جدا جدا، وأنطوي حطها وزقها بجنب وش رجله اليمين في منتهى روعة الروعة الحقيقة لتسكن الزاوية اليسرى. ادي اتعملت من إيريك تراوري روعة الروعة، رامي وسعد سمير، لكن لمسها في لحظة خروج شريف إكرامي، لم يكن خروج موفق من وجهة نظري. فوافي حطها روعة 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 روعة، كان ممكن يستنى شوية شريف إكرامي، فضل هو يخش مبكرا لعل وعسى يقدر يقطعها، لكن اصطادها جون أنطوي بمنتهى